وخلينا نتعرف أكثر عن احتفالات هذا المتحف بعيده 47. معنا بصحبتنا الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة ومصر كلها بخير وصحة وسلامة يا رب، ودايما ان شاء الله في تقدم دائم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. في البدايه خلينا نتعرف منك، هتحتفلوا ازاي النهارده بالعيد 47 للمتحف؟ هتنظموا ايه للسائحين؟ هل في انشطه جديده هتبقى موجوده النهارده؟ احنا النهارده بنحتفل بعيد ميلاد المتحف رقم 47. المتحف ابتدى عام 1975. النهارده عندنا مجموعه من الحاجات. اولا احنا بنعلن عن استمرار معرضنا اللي احنا عاملينه مع البعثه الاسبانيه برئاسه الدكتور فرانشيسكو مارتين فالنتين لمده عام اخر. احنا بدانا نعمل مجموعه من ورش العمل زي تعليم الطلبه كيفيه الرسم على الزجاج، واعداد المعارض الخاصه بالصور زي معرض خاص بصور الملك توت عنخ امون، معرض كمان خاص بلوحات للملك توت عنخ امون. عندنا معرض مؤقت لمجموعه من القطع المقلده برضو اللي من ابداع طلبه مصر وطلبه الاقصر عن الملك توت عنخ امون. المتحف النهارده في احتفاله بننظم ورشه عمل عن تاريخ متحف الاقصر الفني المصري القديم منذ بدايته من عام 1975 حتى الان. ايه هي مسيره المتحف اللي حصلت؟ المتحف النهارده يعني احنا الحمد لله وصلنا الى ما يقارب من 3500 قطعه اثريه معروضه، بالاضافه الى حوالي 3500 قطعه اثريه مخزونه. على طول مدار تاريخ متحف الاقصر الفني المصري القديم بيسعى الى زياده واقتناء مجموعه اكبر من عدد القطع الاثريه. النهارده احتفالنا خاص في عام مميز، عام 2022، بنحتفل بعيد ميلاد المتحف رقم 47. بتبدا الاحتفاليه بالترحيب بالساده الضيوف وصحبتهم في مجموعه من الجولات داخل المتحف، بالاضافه الى كلمه للسيد مدير البعثه الاسبانيه العامله في البر الغربي وهو شريك الاحتفال معانا النهارده. ان احنا دايما في عملنا او كل عام لعيد ميلاد المتحف بتصحبنا بعثه من البعثات الاجنبيه كمجال مشاركه لها من خلال عرض اثارها اللي بتكتشفها في مصر عندنا هنا، وبنعمل ورك شوب او ورش عمل للفريق المصاحب للاكتشافات. ازاي هيتم اشراك طلبه فنون جميله في هذه الفعاليات؟ احنا في تواصل دائم مع طلبه كليه الفنون الجميله، مع طلبه كليه الاثار قسم الترميم، مع معهد الترميم، مع كليه السياحه والفنادق. طلبه الفنون الجميله عضو اساسي وشريك معانا في كل احتفالاتنا اللي بنشاركها من خلال ورش العمل اللي احنا بنعملها. بيكون اول حاجه احنا بنتواصل مع السيد عميد الكليه وبنطلب مشاركه الكليه عن طريق اساتذه الكليه، بالاضافه لمجموعه من الطلبه الموجودين. اولا الطلبه بتصمم مجموعه من الرسومات البديعه للقطع الاثريه اللي في المتحف، بيجونا قبل الافتتاح بشهر كده وبياخدوا معانا ورك شوب او ورشه عمل لمده شهر. كل طالب موهوب فيهم بيختار قطعه، والقطعه دي بيرسمها، بياخد فيها مده تقريبا ما يقارب من 20 يوم او لشهر. وبعد انتهاء الرسومات دي احنا بنعرض الاثار دي او بنعرض لوحات الطلبه دي في معرض في المتحف، عشان طبعا يبقى مجهود الطالب كل بالنجاح عن طريق نقل رساله اجداده الى الجمهور او الى الزوار. صحيح. طيب دكتور، يعني تاريخيا يعني طيبه كانت هي العاصمه الممتده على مدار التاريخ المصري القديم لفترات طويله، يعني ما نفستهاش في ده غير منف، وكانت في فترات قصيره ومحطات اخرى لبعض المدن الثانيه. يعني ايه اكتر حاجه بتميز المتحف عندك؟ انا اعرف ان عندكم موميا الملك احمس، هل في حاجات اشوفها في متحف الاقصر وما اشوفهاش في حته ثانيه؟ مما اهم ما يميز متحف الاقصر الفني المصري القديم مجموعه مقتنيات، زي ما حضرتك قلت. اولا مومياء الملك احمس الاول طارد الهكسوس ومؤسس عصر الدوله الحديثه. ثانيا مومياء الملك رمسيس الاول، او ربما هي مومياء الى عصر ترجع الى عصر رمسيس. ثالثا اخر مومياء لاخر مقبره في وادي الملوك هي مومياء منشده امون نحم اسباستيت، والمومياء دي عندنا اكتشفت في 25 يناير 2018، بالاضافه الى المقبره او المجموعه الجنائزيه الخاصه بها، ودي معروضه عندنا في معرض
مؤقت رائع تم بالشراكه فيما بين بس جامعه بازل المكتشفه ومتحف الاقصر للفن المصري القديم. عندنا 3500 قطعه اثريه تقريبا بتندرج بدءا من عصور ما قبل التاريخ صحيح. وحتى العصر الاسلامي. عندنا لا لا واضح ان في كنوز كبيره جدا في المتحف، واحنا يعني من جانبنا كفريق عمل صباح الخير يا مصر بنقول لكم يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني 47 سنه مرت على افتتاح متحف الاقصر اللي بيعد احد العلامات البارزه والمهمه جدا في تاريخنا وفي اثارنا. بنشكر الدكتور علاء المتشاوي مدير متحف الاقصر للفن المصري القديم.